بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. المنتخب المغربي بيفوز على منتخب جزر القمر 2-0 عشان المنتخب المغربي يحسم تأهله للدور الثاني لكأس الأمم الأفريقية. المنتخب المغربي النهارده بيكمل بال 4-1-4-1 اللي لعب بيها مباراة المنتخب الغاني. هم ثلاث تغييرات بس طفيفة بس بالنسبة لوحيد خالوزيتش. ثلاث تغييرات فعد وحيد خالوزيتش تبقى طفيفة جدا، خلي بالك وحيد خالوزيتش من المدربين اللي بيحب التغييرات الكتير قوي، فلما يعمل ثلاث تغييرات في التشكيل بس ده انت تحمد ربنا. بيلعب بمرابط مكان سامي مي، وبيلعب طارق تزدوي مكان الاناحي اللي لعب الماتش اللي فات، ومهاجم ايوب الكعب بيلعب بيه مكان ابو خلال اللي بدا بيه الماتش اللي فات. النهارده المنتخب المغربي كان بيلعب قدام المنتخب جزر القمر. منتخب جزر القمر من المنتخبات اللي هو دوس عليها علشان تدي رساله للخصوم، لان منتخب جزر القمر مع احترام امكانياتهم اقل بكتير جدا من المنتخب المغربي. فرديات في فرق كبير جدا في الفرديات بالنسبه للمنتخب المغربي، منظومه جماعيه في فرق برضه كبير جدا بالنسبه للمنتخب المغربي على منتخب جزر القمر. فانت مفترض انك تحط عليهم النهارده وتعمل سكور بحيث ان انت تلعب مباراه الجابون وانت مرتاح اكتر، لان انت مش عارف الجابون هيعمل ايه بعد المباراه النهارده. فمفترض انك كنت تكسب سكور بحيث المباراه الثالثه قدام الجابون تبقى ليك افضليه انك تلعب مرتاح على صداره المجموعه. انما النهارده شفنا نص الملعب اللي فيه عمران لوزة وسليم امال الله، رغم ان سليم سجل هدف جميل جدا في الدقيقه 16، الا ان المنتخب المغربي كان بيعاني معاناه غير طبيعيه، وكان بينتظر دايما مساندات من اشرف حكيمي لطارق خزديوي علشان خاطر المنتخب يلعب عرضيات من ناحيه اليمين اللي فيها اشرف حكيمي، لان ادم ماسينا هو تقريبا ما جاش معانا لحد دلوقتي، يعني تقريبا ادم ماسينا لسه ما وصلش معانا علشان خاطر سايب الناحيه كلها لبوفال بيعمل فيها ادوار هجوميه. عمران لوزة وسليم امال الله عندنا معاهم مشكله شويه، وهم ان هم مش صناع العاب، ان هم لعيبه ممكن يكونوا ديفندرات عندهم واجبات هجوميه، بس مش هم خالص اللي هيجروا سفيان بوفال ولا هيجري طارق تزديوي. فاحنا بنواجه مشكله وهي في صناعه اللعب. مين اللي هيصنع اللعب بقى؟ كلنا هنرجع مع سفيان مرابط، وسفيان مرابط هيلم ورانا تمام، بس مين اللي هيصنع اللعب؟ القصه كلها قصه مين اللي هيصنع اللعب، مين اللي هيكون بيخدم على اللعيبه دي. الكلام ده كان بيعاني فيه المنتخب المغربي، رغم ان المنتخب المغربي زي ما اتفقنا ان فردياته اعلى بكتير ومنظومته الجمعيه اعلى بكتير، فبالتالي هيروح على مرمى منتخب جزر القمر كتير جدا. المنتخب المغربي اللي كلنا كنا فرحانين بعوده ايوب الكعبي، لان ايوب الكعبي نازل اللي هو مود ماتشات الوداد في دوري ابطال افريقيا، اللي هو ايوب الكعبي ما بقاش حاضر خالص ذهنيا، مش موجود، عمال يضيع بس. طب يلا بقى الشوط الثاني هيبدا، نشوف بقى تغييراتك عم وحيد، ويلا ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي هيقدر يسجل الثاني والثالث والرابع ونعمل حفله بقى. لقينا ان وحيد خالوزيتش بدا التغييرات في الدقيقه 65، نزل بثلاث تغييرات، زكريا ابو خلال مكان عمران لوزة، ويوسف النصيري مكان ايوب الكعبي، وفيصل فشري مكان طارق تزديوي. نسكت بقى على كده؟ لا، المنتخب الحمد لله تحصل على ضرب الجزاء عن طريق ابو خلال. نخش بقى ونسجل عم يوسف، لا لعبها في نص الجون، الحارس تألق وطلعها. احنا واخدين توكيل 1-0 بس ولا ايه يا شباب؟ عايزين نجيب التاني والتالت يا شباب، عايزين نخلص يا شباب علشان نلاقي المنتخب المغربي برضو لسه مستمر في تضييع الفرص. يا راجل ده كان في فرصه غريبه قوي، فرصه ثلاث ارواح قبل ضربه الجزاء، الكرة الشاط الجون يرد يشوط تاني يرد الجون يرد، اللي هو الكره على خط الجون مش عارفين تشوطوها يا شباب. في ايه يا شباب؟ ايه في ايه ده؟ حتى الجون كان بيدي واحده لفيصل فجر قبل لسفيان بوفال قبل ما يطلع اعتبره حرفيا اللي هو يلا 2-1، ومع ذلك المنتخب المغربي ما كانش بيستغل الكلام ده، لحد ما خلاص قلنا الموضوع بالنسبه للمنتخب المغربي هننام احنا على 1-0. حتى بعد التغييره بتاعت عز الدين اناحي مكان سليم امل الله ومنير حدادي، لقينا ان اخيرا زكريا ابو خلال بيسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي علشان المنتخب المغربي يبقى ليه افضليه نوعا ما قدام المنتخب الجابوني، لان الجابون النهارده متوقعش ان هو يطلع كسبان غانا 2 أو 3، بالعكس اتوقع ان المنتخب الغاني هيطلع كسبان المنتخب الجابوني. فنتمنى ان المنتخب المغربي الهدف الثاني ده يكون حسم الصداره بتاع المجموعه، والموضوع يكون بالنسبه له سهل في المباراه الاخيره لما قدام منتخب الجابون. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي، نتمنى نشوف ريان مامي في موجود في المباراه القادمه، نتمنى نشوف لعيب زي الياس شاعر بياخد وقت مع المنتخب المغربي، نتمنى نشوف بعد ما اعتمدت على يوسف النصيري وابو خلال واعتمدت على ايوب الكعبي انك تدي شويه كده لسفيان رحيمي، لان اعتقد ان سفيان رحيمي مش هيكون بالسوء اللي كان عليه ايوب الكعبي النهارده، ولا هيكون بالسوء اللي كان عليه يوسف النصير النهارده. اتمنى ان المنتخب المغربي يكمل النواقص بتاعته اللي بتقول ان المنتخب المغربي بيعاني في الكره الهجوميه ليه. اتمنى المنتخب المغربي الدنيا بالنسبه له في الماتشات الجايه تكون كويسه، والدنيا بالنسبه له تكون
موفقه ويكون محظوظ قدام الخصوم اللي يواجههم في الدور الثاني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو هذا رايك ويحترم.